With this sword and this holy Quran, you will gain back your grandfather's reign of Najd. في خضم الشرخ السوري السعودي على خلفية دعم المملكة مجموعات متطرفة، وفي زمن انقطع فيه الوصل بين البلدين، خرق المشهد فيلم المخرج السوري نجدة أنزور ملك الرمال الذي يهاجم فيه السعودية ويتناول فيه الملك عبد العزيز، وحول الأنظار إلى تغريدة عبر الاتصال الافتراضي التويتر للأمير طلال بن عبد العزيز، وهو أخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله ووالد الوليد بن طلال. فالأمير طلال هاجم أنجد أنزور واصفا إياه بمخرج النكاح، وقال: استعنت بصديق مشترك لي ولفخامة الرئيس بشار الأسد لمنع عرض هذا الفيلم في دمشق، مضيفا: أتمنى أن يستجيب إكراما لشخص الملك عبد العزيز الذي لا يمكن لسوريا الشقيقة وشعبها الوفي نسيان أعماله الخيرة ودعمه الدائم، فليس من الإنصاف أن نترك لمثل هذه الأعمال الفنية الفاشلة حرية تشويه شخصية تاريخية عظيمة كالملك عبد العزيز، فهو من أبرز الزعماء الذين لن ينساهم التاريخ. استنجاد الأمير بالرئيس لم يكن له أي أذان سورية صاغية حتى الساعة، لبل إن مصادر الجديد تشير إلى أن هذا الفيلم سيعرض في الصلاة السورية في القريب العاجل. ويتابع المصدر السوري المعني بهذه الملفات أن الثمن الذي على السعودية دفعه مقابل عدم عرض هذا الفيلم هو ثمن مرتفع وغير قابل للتطبيق في ظل الصراع الدائر على الأرض السورية، لذلك فالأجواء تتجه إلى عرض ملك الرمال. الفيلم الذي عرض في صالة السينما في لندن سابقاً يعتبر بحسب أنزور أنه يبحث في تاريخ الإرهاب وجذوره وعلاقة ذلك بما يحدث اليوم في العالم وفي سوريا تحديداً، قائلاً في تصريح لصحيفة الأخبار إنه عندما يتناول قضية الإرهاب لا يمكن عزل عائلة آل سعود عن هذه المسألة وإلا نكون قد خنا التاريخ. ويعرض الفيلم جانبا من الاتفاق الذي تم بين بريطانيا العظمى والسلطان عبد العزيز وقتها، وكيف تم دعمه بالمال والسلاح للقضاء على سلطة آل الرشيد التي حكمت الرياض في ذلك الوقت، والتخلص من العثمانيين تمهيدا لاحتلال المنطقة وبسط نفوذ الغرب عليها. انا عم بقول للناس انه يعني الدين الاسلامي الصحيح هو دين التسامح، دين عاقل بعيد عن العنف وعن القتل، بعيد عن الاضطهاد وبعيد عن الطائفية. I am عبد العزيز آل سعود سلطان of Najd.